إلى بشار، حيث الزميلة دنيا نوالي التي تلتحق بنا على المباشر للحديث عن فعالية التلقيح وأيضا الاحتياطات والمحاذير في مواجهة ارتفاع درجة الحرارة. دنيا نوالي، صباح الخير وإليك الخط. صباح الخير زميلتي عفاف، صباح الخير مشاهدين برنامج هذا الصباح. إذا ومع ارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا، تجندت مديرية الصحة بولاية بشار هي وجيشها الأبيض بإطلاق حملة تلقيح واسعة لفائدة المواطنين. إذا تحضروا معي سيدة بخدة نجاة، منسقة اللقاحات هنا بالولاية، لتحدثنا عن تفاصيل أكثر حول هذه الحملة التي أطلقت. صباح الخير دكتورة، كيف هي الأجواء وما هو جديدكم؟ الجديد أن كلنا نعرف أن هذا الوباء لم ينتهي ولم نقضي عليه، والقضاء عليه هو التقدم إلى مراكزنا للتلقيح. الموجة نحن فيها، وكاين الوفيات، كاين الإصابات، كلنا نعلم هذا، ونتمنى من المواطنين أن يتقدموا إلى مصالحنا. وحقيقة كان الإقبال على التلقيح غير مرضي، لكن منذ إطلاق الحملة تلقينا العديد من المواطنين. رانا على حسب الإحصائيات استطعنا أن نلقح 400 مواطن غير في مستوى في لابوليكلينيك هنايا تاع لازون المنطقة الزرقاء، 400 شخص. يعني هذا رقم هائل بالنسبة لي. كان المواطنين متخوفين من اللقاح، بصح منذ أن رجع الناس أحست بالوباء، بخطورة الوباء، الحمد لله اقتنع المواطنون، وهما ها هما أحسن كي قال لك دليل. إذا دكتورة، سؤال آخر حول سلوكيات المواطنين، يعني ما بعد أخذ الجرعات الأولى من اللقاح أو أخذ اللقاح يبقى أخذ الحيطة والحذر هما يعني ضرورة وأكيدة، ما رأيك في سلوكيات المواطنين؟ ما هي نصيحتك للمواطنين؟ هذه نصيحة يقدمها كل المختصين. كل المواطنين اللي أخذوا اللقاح ولم يأخذوا اللقاح، نتمسك بالتباعد، بالبافات، ارتداء الكمامات، التباعد. يجب على المواطنين أن يحافظوا على صحتهم، صحة أوليائهم، صحة كل مواطن. يجب أن نتعاون للقضاء على هذا الوباء، وكلنا هنا المواطنون يلقحوا ويتباعدوا، ونحن هنا نقدم لهم اللقاح، الإرشادات، نحن في الخدمة. نعم، وبالحديث أيضا مع دكتورة، ها هي اليوم تأخذ اللقاح، تحكي لنا أيضا، تنقل لنا سيدتي الأجواء. إذا دكتورة، ماذا ترين ضرورة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. التدابير الوقائية راها في القمة بور لو مومون، والشعب توعى أكثر من اللي كان في الأول. كان الشعب ما كانش واعي، ولكن في هذه الموجة الثالثة الشعب راه واعي وراه تحسس بخطورة الوباء. فيك ياو بوكو دو كا هنا في بشار، والناس راه وفيات بزاف، ونطلب من جميع المواطنين أن يتجهوا إلى مواقع التلقيح وأن يأخذوا التدابير اللازمة. الوقاية يقول لك خير من العلاج. البور دو ماسك اوبليغاتوار، التباعد عن الاماكن التجمعات. فوالا، هذا هو ما نطلبه من جميع المواطنين، وشكرا. شكرا لك دكتورة. وبالحديث عن المواطنين، يحضر معي السيد أيضا يتلقى جرعته الثانية في هذا الصباح. أستاذ، كيف هي أجواءك مع أخذ الجرعة الثانية من اللقاح؟ شيء عادي طبيعي. لو ناف درنا درت لا بروميير انجيكسيون، واليوم le 7 juillet pour le rappel. Oh, في الحقيقة
حاجه طبيعيه. كاين مواطنين مازال راهم متخوفين من اخذ اللقاح، ما هي نصيحتك لهذه المواطنين وكيف ترى سلوكياتهم؟ هذاك الاعلام الخاطئ، لا موفيز انفورماسيون، الاعلام الخاطئ لا موفيز انفورماسيون يوري برهن باش لو فاكسان اللي بلو دونجورو كو لا مالادي، الوغ سي لو كونتخيغ، يعني العكس تماما. المرض اخطر من الفسده، الفسده انا البرومير ابل ما درت لي والو، ابان درت لي واحد شويه وجع في الكتف هنايا تاع واحد اون دوميور وفاتت، بصح لا مالادي جو سيمانات ولا ثلاثه سوغي انيماسيون، لا مالادي مشي كيف كيف، لا قله وعي ولا انفورماسيون ثاني، وثاني الاعلام خاص يلعب الدور تاعه، وعوا الناس الفصدة ألف مرة أسهل من المرض، المرض يقتل، الفصدة ما تقتلش، كما تاع البي سي جي لا توبيركولوز، كما تاع لا ديفتير، كاع كاع الكوليرا، كاع الفاكسان هذا ما... الفاكسان حاجة مليحة، الناس خاصها توعى باش الفاكسان فايدة ليه هو، حماية، خير من اللي يقعد في السبيطار مكسل وبالك يحيا بالك يموت. الفاكسان والو تحيا سور، خاطر علاش قبضك وجع نتاع جوج سوايع على ثلاثه وجع وتنوض وصحي. شكرا لك، نتمنى نحن الشفاء العاجل لكل مرضانا. اذا في حديث اخر عن موجات الحر التي تضرب العالم باسره، نحن اليوم وفي ولايه بشار من المناطق التي تعرف ارتفاعا في درجه الحراره والتي قد تكون خطيره. دكتوره سمحية سوف تتحدث معي اليوم عن هذه المخاطر وكيفية الوقاية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موجة الحر هذه أو كما يسمى كانيكول بالفرنسية، هي نعرفها هي استمرار درجة الحرارة ليل ونهار، في النهار فوق 35 درجة وفي الليل فوق 25 درجة، معليش هذا تعريف بسيط، لمدة على الأقل 3 أيام. بصح حنا ما نساوش باللي هنا في منطقتنا تستمر تقريبا فايت شهر، يعني تقريبا شهرين، وكاين عندها مخاطر كبيرة، خصوصا مخاطرها على كل الناس، لكن خصوصا اللي يديروا الرياضة، معليش الشباب اللي يديروا الرياضة، الأطفال، المسنين، والناس اللي عندهم الأمراض المزمنة. احنا هذا يحدث، كيفاه يحدث هذا الشيء؟ لان ما نساوش باللي عندنا ان تيرمو ريغولاتور، يعني عندنا جهاز مركزي يعطي يخلي درجه الحراره دائما في درجه 37 درجه. اذا كان الحمان كان الشتاء كان في اي وقت، لكن منين يحدث خلل في هذا الجهاز نظرا لارتفاع درجه الحراره، اذا تفوت درجة الحرارة نتاع الجسم 40 درجة، ماشي لأنه الجسم يدافع على نفسه كما في بعض، يعني منين تكون ليزانفيكسيون ولا، لكن هذا اختلال في الجهاز اللي يضبط درجة الحرارة. من هنايا يكون يعني تقريبا لي سيمبتوم يجوا من ارتفاع كاين درجة الحرارة، كاين في بعض الأحيان إحمرار، كاين تقيؤ، كاين إغماء، كاين يعني حتى الواحد يوصل وين يفقد الوعي. يعني هي يعني مخاطر تحدق بالإنسان، يعني ممكن أن المواطنين يستهتروا بها وما ياخذوهاش بمحمل جد، ولكن لها عواقب وخيمة، أليس كذلك دكتور؟ طبعا أكيد، احنا قلنا وين حتى وين توصل، يعني توصل حتى الإغماء وفي بعض الأحيان حتى الوفيات، لأن هناك وفيات بضربات الشمس، كاين وفيات كثيرة بضربات الشمس. إذا المواطن خصه يعرف باللي خصه كاين وقاية، هذه كامل العالم عند، يعني من تكون في هذه موجات الحر كاين منظمة الصحة العالمية اللي عاطية وسائل وقاية. هذه الوسائل واش هي؟ عادة خصنا نشربوا الماء كثيرا، خصنا نشربوا ماشي حتى نعطشوا، لان ما نشربوش نعطشوا، نشربوا كميات ما نشربوش بزاف، لكن نشربوا بدرجه كل وقت، في كل وقت نشربوا احنا للاسف عندنا في المنطقه الناس تكثر من المواد الغازيه، يعني المشروبات الغازيه، وهذا يحدث، يعني نعاودوا البنكرياس هو اللي نطلبوا منه طاقه كبيره من الانسولين وتعطي السكري، اذا هذه ثاني من العادات السيئه اللي عندنا كذلك عاده سيئه. عندنا لي كليماتيزور، ما نقدروش الناس تعيش بلا لي كليماتيزور، على بالنا بها المكيف الهوائي، لكن احنا ماذا بينا باللي المكيف الهوائي كاين ثاني الصدمه الحراريه،
لان الجسم ما يقدرش مادام الى منين ينتقل من درجه حراره لدرجه حراره، خصوصا الناس اللي يديروا لي كليماتيزور في الواطا مادابيا ما يكونش ما يفوت 7 درجات بين يعني من درجه لدرجه، ماشي مثلا يكون في درجه حراره مثلا 18 ويمشي لدرجه حراره 40 ولا درجه حراره 40 ل 18، اذا ما تفوت 7 درجات. عندنا كذلك الاطفال ما خصناش نخلوهم يكونوا في عرضة للشمس، وكذلك ما نخلوهمش في السيارات، لأن الأطفال في السيارات كانت عدة وفيات نظرا لوجود الأطفال في السيارات. ما نخلوهمش، ما نقولوش غير 2 دقائق ونرجعوا 3 دقائق ونرجعوا، لا، ما نخلوش الطفل في السيارة. نحاولوا كذلك نلبسوا اللباس الفضفاض ويعني واللون ذات اللون الهادي الفاتح. كذلك للأسف حنا كانوا زمان كانوا يدوا الشابو، كانوا يدوا القبعات هذيك العريضة لأنها تغطي الوجه وتغطي كذلك الرقبة. نحاولوا نغسلوا يد الوجه ونغسلوا كذلك المرفقين كل مرة، يعني المياه مليحة للجسم. نشربوا كما قلنا، نلبسوا اللباس الفضفاض، يعني كل هذه خاصها. ما نكثروش من شرب القهوة، ما نكثروش شرب القهوة لأن القهوة تعتبر أنديوريتيك، إذا هذا كامل خاصها تكون. وتبقى دكتورة الوقاية خير من العلاج. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا الإرسال المباشر. زميلتي عفاف لك الخط.